قبل هذه الانتخابات تختلف عن الانتخابات السابقة التي جرى بها عمليات يشوبها تزوير ويشوبها عدم المشاركة الكبيرة التي كانت في عام 2018. إذا تقول دكتور حسين علاوي مختلفة. كذلك ما أريد أن أعقب عليه حقيقة. تفضل. الأعطال التي تحدث في بعض الأجهزة هي نسبة قليلة، وقد أعلن قبل طبعا نصف ساعة السيد رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن مواجهة هذه الحالة والسيطرة عليها سيطرة تامة جدا، وبالتالي الماكينة الانتخابية التي ظهرت بكل قدرتها واقتدارها الناجح في التصويت الخاص هي نفسها الآن الماكينة الانتخابية في الافتراع العام، وبالتالي المسار الانتخابي يسير بصورة طبيعية جدا، والمشاركة المجتمعية متميزة من حيث تنوع المشاركة رجالا ونساء، وكذلك بالمقابل فئات الشباب التي تشارك، وكذلك بالمقابل المسارات التي ننتظرها طبعا بعد إقفال الصناديق وهي تقارير الرقابة التي هي لأول مرة وجود أكثر من 2000 مراقب دولي، وكذلك شبكات للرقابة المحلية بصورة كثيرة، إضافة لممثلي الأحزاب السياسية العراقية، وهذا بالتالي دلالة على تعافي كذلك النظام الانتخابي الذي عانى من مشاكل كبيرة جدا خلال المرحلة الماضية، والذي كان هنالك عدم ثقة، الآن هنالك ثقة جيدة وفعالة في إطار مشاركة المواطن العراقي في الانتخابات.